وبرد. بس قريب هنتكلم عن حاجة، اختراع بيدفي الايدين في البرد ده، فيعني خليكم تابعين. النهاردة هتكلم معاكو عن منتج مهم جدا من شركة واوي، ويعني الحقيقة دي اول مرة اتكلم عن حاجة من شركة واوي العظيمة بمنتجاتها العظيمة جدا. والحقيقة ان مؤخرا ابتدوا يعملوا بقى المنتجات بتاعتهم بكواليتي بريميوم جدا، ويعني جودة عالية جدا. تبقى ماسك الجهاز كده من واوي حاسس ان انت ماسك حاجة يعني اخر شياكة بصراحة، وبقى بتنافس في الهاردوير جدا مع شركة زي ابل المعروفة جدا بالمنتجات القوية. والنهاردة انا جاي اتكلم معاكو عن لابتوب، ويعتبر من وجهة نظري احسن واشيك بيزنس لابتوب تقدر تشتريه تحت ال 15000 جنيه. هنتكلم النهارده مع بعض عن الواوي ميد بوك دي 14. تعالوا نتفرج عليه بالتفاصيل. صباح الخير ومساء الفل على الكل. انا اندرو اديد، وبنتكلم في القناه دي عن اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا، موبايلات، كاميرات، تصوير، لابتوبات، اختراعات غريبه. فلو انت يعني من الناس اللي بتحب الحاجات دي، تنساش تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو ده عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. ولو انت بتتفرج عليا على فيسبوك، ما تنساش برضو تعمل لايك للبيج عشان تشوف كل جديد دايما. النهارده هنتكلم مع بعض عن الميت بوك دي 14، وسلسله الدي من الميت بوك من واوي، اللي هو يعني شبه الماك بوك كده من ابل. هي سلسلة اللابتوب الاقتصادية شوية، او مش الغالية قوي يعني. دلوقتي في الميت بوك اكس وكده، دي لابتوبات الحقيقة غالية جدا، لكن سلسلة الدي زي الدي 14 اللي معانا ده اللي هو 14 انش، او الدي 15 اللي هي شاشة اكبر شوية 15.6، بيجوا بسعر مناسب جدا مع امكانيات وماتيريالز قوية جدا زي ما هنشوف. تعالوا مبدئيا نبص مع بعض بصة كده على اللابتوب كهاردوير والماتيريالز المستخدمة. والحقيقة انا منبهر جدا بالجودة اللي انا واخدها من اللابتوب ده مقابل سعره اللي انا هقول لكم عليه في اخر الفيديو. فأول حاجة هتلفت نظرنا هو الخامات المصنوعة منها. اللابتوب كله مصنوع من المعدن الحقيقة السائع جدا اللي مش نافع خالص في الشتاء ده، لكن مديك إحساس وإمبريشن بالماتيريال الكويسة جدا الصراحة. ومن ظهر اللابتوب هيجي برضو كله من المثل مع شبكة تهوية كده كبيرة جدا زي ما انت شايف، حتى المراوح باينة يعني الحقيقة من جوه شوية هنا لو ركزت، والرجلين الرابر اللي موجودة قدام ومن ورا في اللابتوب ده، مع سماعتين في الجناب هنا هنتكلم عنهم برضو قدام شوية في الفيديو. وحجم اللابتوب ده الصراحة من أحلى الحاجات فيه. اللابتوب ده وزنه خفيف جدا، يعني وزنه حوالي كيلو و380 جرام، فهو يعني انا بالنسبه لي لما بقارنه بالايسوس الزنبوك برو دو اللي هو الوحش جدا، بحس ان انا ماسك تابلت يعني، طبعا مع اختلاف شاسع يعني في الامكانيات، لكن وحشني جدا فكره اللابتوب الخفيف اللي انت تقدر تبقى ماشي بيه وبتتنقل بكل سهوله، وده الحقيقه محقق ده جدا. والتخانه بتاعه اللابتوب ده مش مكمل 2 سنتي، يعني هو سنتي وستة من عشرة بالظبط، 16 ملي تقريبا او اقل شوية كمان، فهو الحقيقة حجمه ووزنه مناسبين جدا لو انت بتتحرك كتير. واول ما هنفتح اللابتوب كده زي ما انتم شايفين هتلاقي يعني المنظر اللطيف جدا ده، اللي هو زي ما قلت لكم شبه الماك بوك جدا من ابل، لكن بسعر طبعا اقل بكتير جدا. فاول حاجه هتلفت نظرك في اللابتوب اول ما تفتحه هو الشاشه بتاعته. الحقيقه الشاشه دي بتيجي ببانل اي بي اس بدقه فول هاي ديفينيشن 1080 بي، والحقيقه شارب جدا وجودتها كويسه قوي، يعني زي ما انت شايف كده. طبعا بجانب ان الشاشه بتتقلب تماما يعني تقريبا 180 درجه، فاللابتوب كده هتلاقيه مسطح تماما شاشه وكيبورد، ودي برده ميزه اساسيه جدا. وكمان زاويه الرؤيه في الشاشه دي بتوصل ل 178 درجه، يعني تقريبا 180 درجه، فلو انت قاعد في اي حته من اللابتوب هتكون شايف الشاشه بجوده كويسه قوي. وطبعا من اهم الحاجات اللي هتلفت نظرك في الشاشه هو الحواف الصغيره جدا اللي موجوده من فوق ومن الجنبين، اللي هي يعني مش مكمله نص سنتي حتى، تقريبا 4 ملي و8 من عشرة، فدي طبعا حاجه كويسه جدا. وبتيجي واخده كوتنج لطيف كده، فمفيش انعكاسات قوي على الشاشه، ما هياش جلوسي قوي يعني، فدي حاجه كويسه مع الانعكاسات بصراحه. وبتدي لك درجه سطوع برده مش وحشه، مش احسن حاجه في الدنيا يعني، لكن بتتشاف بدرجه كويسه طبعا لو انت جوه
جوه استوديو او في حته يعني بالليل في الشمس يمكن تقابل شويه مشاكل مع ال 250 نتس اللي بيطلعوا من الشاشه، لكن في اغلب الظروف الطبيعيه مش هيكون عندك اي مشكله مع الشاشه دي. بعد كده لو نزلنا مع بعض بقى للنص الثاني من اللابتوب حيث الكيبورد، يعني هتلاقي برضو ان شكل الكيبورد لطيف جدا الصراحه، والتقسيمه بتاعته شكلها شيك قوي، وعلى جنب هنا بيجي زرار الباور اللي هو فيه بيلت ان على طول قارئ للبصمه بتاع صباعك، والحقيقه بيحتفظ كمان بالبصمه دي لمده 8 ثواني بحيث ان انت مع دوسه الزرار عشان تفتح اللابتوب يكون بيخزن البصمه لو انت صاحب اللابتوب، ويلوجن على طول على الكمبيوتر، ما بتحتاجش ان انت تدوس مرتين ولا حاجه، ودي برده من الحاجات الظريفه جدا. بعد كده هنيجي لمنطقه الكيبورد نفسها اللي هي بتيجي بباك ليت كيبورد، لو الدنيا ضلمه الاضاءه الحقيقه تحت الكيبورد بتنور درجتين اضاءه فبتبقى شايف الزراير كويس جدا، والترافل نفسه بتاع الزراير لطيف، يعني هو شكله ما يدكش يعني احساس ان هو هيبقى فيه ترافل للزراير كويس، لكن مش وحشه خالص بالنسبه للتشيكليت ستايل كيبورد كده. وطبعا الزراير بيجي مكتوب عليها الحروف العربي لو انت مشتري اللابتوب من مصر او اي دوله عربيه، ودي حاجه انا بفتقدها في اللابتوب الايسوس بتاعي الاساسي. ولو ركزنا قوي في الزراير في الكيبورد هنلاقي حاجه مش معتاده قوي، الا وهي ان في نص الكيبورد عندنا زرار مرسوم عليه كاميرا، وطبعا ده بما ان الحواف صغيره قوي يعني في الشاشه فالكاميرا ما اتحطتش في الشاشه من فوق، ولكن اتحطت تحت الزرار اللي موجود في الكيبورد ده. فلو دوست على الزرار ده دوسه لجوه كده هتلاقي المنظر بتاع الكاميرا بقى طالع قدامك بالمنظر ده كده، ويعني دي الحقيقه فيها ميزات مهمه جدا وفيها شويه عيوب برضو زي ما هقول لكم كده قدام شويه لما نتكلم عن الكاميرا، لكن هو مكانها من ضمن زراير الكيبورد بشكل خفي كده ويعني صايع يعني بصراحه. الكاميرا دي بتيجي بدقه 720 بي، ما هياش احسن جوده طبعا لكن هتمشي حالك في الزوم ميتنجز والكونفرنس كولز والحاجات اللي بتحتاج فيها فيديو كولز هي شغاله. فزي ما انتم شايفين قدامكم كده انا كمان اقدر اقلب الشاشه فتبقى شايف عادي المنظر بتاع الكاميرا ما بتتغيرش بما ان الكاميرا مش في الشاشه من فوق، الكاميرا موجوده هنا، فانت بغض النظر عن زاويه الشاشه هتكون شايف نفس المنظر اللي هو الحقيقه مش احلى منظر قوي، يعني هنتكلم في عيوب اللابتوب في الاخر، لكن هي دي الكاميرا ودي الجوده اللي بتاخدها منها زي ما انت شايف كده دلوقتي شغاله. وطبعا ميزه اساسيه في الكاميرا اللي بتستخبى جوه الكيبورد دي هو ان انت لو مش عايزها بتكون قافل الكاميرا جوه الكيبورد نفسه، فمفيش اي امكانيه لو في هاكر او حد بيحاول يتصنت عليك يعني عن طريق الكاميرا ان هو يكون شايف حاجه، لان الكاميرا فعليا مستخبيه جوه الكمبيوتر. فدي ميزه اساسيه في البرايفسي بتاعه الكاميرا اللي هنا. هننزل تحت الكيبورد هتلاقي التراك باد اللي مساحتها تعتبر كويسه جدا بالنسبه للستايل ده من اللابتوبات في الفئه السعريه دي، الدقه بتاعتها كويسه جدا ويعني كليكي كده وظريفه، مفيهاش حاجه مميزه قوي يعني، لكن هي بتقوم بالدور وزياده على الاحتياج اللي انت تكون عايزه منها. نيجي للفتحات او البورتس اللي موجوده في اللابتوب ده. لو بصينا من الجنب الاولاني هتلاقي عندك هنا فتحه يو اس بي سي اللي انت بتستخدمها علشان تشحن اللابتوب اساسا بالشاحن ال 65 واط اللي بيجي معاه، الحقيقه شاحن محترم جدا يعني ومعروفه بيها واوي عموما يعني، وتقدر تشحن بيه الموبايل بتاعك وتنقل داتا بسرعه كويسه جدا. وطبعا تقدر تستخدم الفتحه دي ان انت توصل هارد او اي حاجه، وبيكون طبعا سرعه النقل سريعه جدا. تاني فتحه عندنا هي يو اس بي اي عاديه جدا، وبعد كده عندنا فتحه اتش دي ام اي برضو عاديه، بس لو عايز توصل مونيتور خارجي او حاجه بيكون الموضوع سهل مش محتاج اي يعني دونجل او ادابتر. الناحيه الثانيه عندنا هنا فتحه يو اس بي اي برضو عاديه، واحده يو اس بي 2 والثانيه يو اس بي 3 على فكره، وفتحه ال 3.5 مللي لو عايز توصل سماعه او مايك او كومبو الاثنين مع بعض، ده بيكون عن طريق الفتحه دي. ولو بصينا على اللابتوب من قدام هنلاقي فيه فتحتين صغيرين جدا من قدام، الاثنين دول عباره عن مايكين فرونت فيسنج او باصين لك وانت بتتكلم كده، والحقيقه جودتهم كويسه جدا عن المايكات اللي بتكون موجوده في الشاشه او تحت الكمبيوتر او كده، دول مكانهم الحقيقه مناسب جدا وبياخدوا صوت بجوده كويسه جدا. واخيرا من تحت هنا عندنا الفتحات بتاعت السماعات الموجوده يمين وشمال، تعالوا نسمعها كده سريعا نشوف صوتها عامل ازاي. الحقيقه كويسه جدا احسن مما توقعت يعني من لابتوب، طبعا ما فيش يعني البيز الرهيب وكده اللي هتاخده مثلا من ماك بوك برو ولا حاجه، لكن ما زالت احسن من لابتوبات كتير جدا في الفئه السعريه دي. طيب اخيرا هنتكلم عن البطاريه بتاعه اللابتوب ده قبل ما نخش في المواصفات الفنيه بتاعته، والحقيقه البطاريه هنا من اكتر ما يميز اللابتوب ده، بتيجي بساعه 56 واط وتقدر تفضل شغاله معاك مثلا بتتفرج على فيديو فول اتش دي ولا حاجه لغايه 13 وشويه ساعه، وده رقم مبهر جدا انك تاخده من اللابتوب ده، وده طبعا بفضل الافيشنسي يعني واستهلاك الطاقه اللي متظبط يعني في اللابتوب بدرجه كبيره.
والحقيقة يعني حتى في الاستخدام لو انت بتحمل عليه شوية ولا حاجة هتلاقيه مكمل معاك برضو 7-8 ساعات بطارية كويسة جدا. فما تشيلش هم موضوع البطارية ده، خاصة ان بالشاحن ال 65 واط اللي قلتلكوا عليه تقدر تاخد تقريبا نص البطارية تشحنها في نص ساعة، فدي حاجة الحقيقة لطيفة جدا برضو بفتقدها في اللابتوب الوحش بتاع ايسس اللي بطاريته ما بتكملش معايا ساعتين. يعني نيجي بقى للمواصفات الداخلية في اللابتوب ده، يعني انت هتقولي حاجة بالشياكة والأناقة دي والماتيريالز البريميوم جدا وسعر كويس، فأكيد هيكون في تنازلات في المواصفات، لكن الحقيقة ده مش حاصل قوي، لأن اللابتوب ده بيجي ببروسيسور أو معالج كور i5 الجيل العاشر الـ 10210U ورامات 8 جيجا رام DDR4 سريعة جدا، والذاكرة الداخلية 512 جيجا SSD من نوع اللي هو الـ PCIe اللي هو بيكون برضو سريع جدا في نقل البيانات والشغل على اللابتوب. وما بيجيش كارت شاشة هنا dedicated يعني من انفيديا ولا حاجة، بيجي كارت شاشة بتاع انتل عادي جدا اللي هو الـ UHD Graphics اللي هو هيمشي معاك الدنيا يعني طول ما انت مش محتاجه يعني في مونتاج بقى قوي وتقيل وكده، لكن الحقيقة بيشتغل كويس في الحاجات العادية. وبالمناسبة اللابتوب ده بيجي بويندوز 10 متحملة عليه، وتقدر تعملها ابجريد لويندوز 11 اول ما الموضوع ده يكون متوفر، يعني هي ابجريدبل يعني لويندوز 11، ودي طبعا حاجة لطيفة. وطالما اللابتوب من شركة واوي فانا مش هينفع اتجاهل موضوع الواوي شير اللي بتقدر تستخدمه في اللابتوب ده، اللي هو باختصار زي ايكو سيستم كده واوي عاملاه لنفسها زي ابل. لو انت عندك لابتوب من واوي وموبايل وساعة وتابلت وشاشة وبتاع، تقدر كلهم تخليهم تقريبا جهاز واحد وتشوف الموبايل على الشاشة بتاعة اللابتوب وتنقل بيانات بسهولة جدا. ويعني الموضوع ده لو انت عندك اجهزة كتير من واوي هتبقى يعني في اخر استمتاع الصراحة بالاجهزة والايكو سيستم ده. طيب لمين بقى اللابتوب ده عمالين نتكلم عنه وبتاع؟ انا شايف اللابتوب ده كويس جدا لاي حد عايزه في بيزنس وشغل وبتاع. طبعا مش هتحمل عليه جامد قوي زي ما قلت لك مونتاج واديتنج رهيب وبتاع، لكن لو انت عايز تشتغل اوتوكاد ولا طبعا مايكروسوفت اوفيس ولا فوتوشوب ولا كده هيشتغل معاك كويس جدا، مش هيكون فيه اي مشكله. واللابتوب ده طبعا هينفع اي حد بيدور على الشياكه والاناقه، يعني لانه فعلا بيزنس لابتوب جدا وشكله هيبقى يعني بريزنتبل جدا في اي اجتماع او حاجه، فطبعا تروح له على طول لو بتدور في الفئه دي. طب في عيوب بقى في اللابتوب ده ولا كله مميزات؟ الحقيقة في شوية عيوب طبعا هقول لكم عليها دلوقتي. اول عيب ان هو مش سريع جدا لو انت عايز تحمل عليه زي ما قلت لك، هو مش بتاع مونتاج وشغل تقيل وكده، لان المواصفات اللي فيه مش بتاعت كده، مع ان انت ممكن تلاقي لابتوبات في الفئة السعرية دي هتساعدك في حاجات كده، لكن طبعا هتتنازل عن حاجات كتير جدا في حجم وشكل وشياكة اللابتوب. تاني عيب هو وضعية الكاميرا اللي في الكيبورد دي، طبعا زي ما قلت لكم فيها ميزات في البرايفسي وكده، لكن البوينت اوف فيو بتاعه الكاميرا اللي في الكيبورد دي على طول مطلعاك من لغدك كده، ويعني مش احسن زاويه خالص، بس يعني هتمشي حالك في الاجتماعات والكلام ده، لكن مش احسن زاويه بصراحه. تالت عيب ان اللابتوب ده بيجتذب البصمات بشكل قوي جدا سواء من جوه او من بره، مكان ما هتمسك اللابتوب غالبا هتلاقي بصمتك معلمه فيه، فلازم تخلي بالك من القصه دي وتبقى بتنضفه يعني باستمرار اول باول. اخر عيب لاحظته ان انت بتستخدم اللابتوب ده لما تبتدي تفتح برامج وبتاع هتبتدي تسمع صوت المروحه بتاعته، لو انت قاعد في حته هاديه جدا ومفيش اي صوت هتكون ملاحظ شويه صوت المروحه، ولو دي حاجه بتضايقك لازم تبقى عارف ان انت ممكن تسمعها شويه. واخيرا اللابتوب ده بيجي بسعر 14000 جنيه للواوي ميت بوك D14 لسنه 2021، وانا شايف ان ده سعر مناسب جدا قصاد اللي انت بتاخده من ماتيريالز وخامات ويعني جوده تصنيع وسبكس كمان، فانا شايف ان ده مناسب جدا في السعر ده. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش على يوتيوب، ولو انت بتتفرج على فيسبوك تعمل لايك للبيج عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على طول. ما تنساش تتابعني على تيك توك وانستجرام، هتلاقي اللينك بتاعهم موجود في الديسكريبشن تحت، واشوفك في الفيديوهات الجاية. سلام.